هلا ومرحبا. شو يقول؟ ما طالع فيه. حتى انت تطالع فيه. هيا الله بصلاح. هلا ومرحبا. جايين بجتسي اليوم ولا فيليكس ولا شو هذا؟ شو يقول شو يقول؟ ما بيرضيك؟ لا انا مو بجاي اراضيك بعد عمري. انا مو بجاي اراضيك اصلا. ما بجاي اراضيك. انت تراضى بعد. انت من الناس اللي يتراضون. ما يتراضون حبيبي. اركب بس اركب. اركب عندنا مشوار. اركب عندنا مشوار اخلص علينا. اي والله ركبت من البداية. اركب اركب اركب. يلا انزل شو انتظر. يلا انزل حبيبي انزل. عندنا هنا. انزل عندنا مشوار رايحين. مو بنازل. لا بتنزل. مو بنازل. لا بتنزل بتنزل. شنو؟ بنزل. امشي. عشان العطية بس. اهو اللي نزله. صح. انا منزلك مو بنازل. انت عشان تقول لي عشان العطية. اي نفسي تراضيني مثل ما تراضي غيري. تبي تراضى. ابشر بالرب واللي ما لها مثيل. يض الله وجهك. بس ابيك تراضيني انا بعد. ابشر. تخيل حقي. مين فتحين؟ لا من جارنا. براس. عرفت انت؟ كنت تصير اسد. تاخذ اسد من يصير اسد وتاخذ حقي. يلا لا هلا ومرحبا. تاخرت بعد عمري. لا والله متاخر لقيت نجي. طيب خذ لي خذ لي درب لهنت. شنو؟ خذ لي درب خذ لي درب طريق. خير ابوي بس تعال خذ لك درب. ايش تبي؟ عندي كلمة راس بخلصها معك وتوكل على الله. تبي تنهي الموضوع بهدوء ولا لا يا ابوي؟ اذا ما اخذت لك دار يعني. استاذي انا جاي اليوم بدون مشاكل. كلمه راس نبي نخلصها ونتوكل على الله. تبي تنهيها زي امس مع ابن رشيدان؟ مره الموضوع سهل وبهدوء. ما تبي تنهي؟ ارحم والديك. انا عودتك اتصل عليك من اول. لا والله ما عودتك. استاذن عشان ادخل. لا ما تستاذن. ما تستاذن. حلو. انا اليوم جاي استاذن لاني ما ابغى مشاكل. والا ريوس. اي ريوس. اي ريوس. اي ريوس. انطلقه. اي انطلق. اي انطلق بس خلاص. سوي درب حبيبي. يلا. يلا بسرعة. كأنك تأخ. الله. يا الله. ما يحتاج. يا الله. كنت ارحم والديك. ما يحتاج. ما يحتاج منك خلاص خش. لزوم انك. لزوم ايش يعني؟ عشان اذا في احد. قلنا لك خش ما في احد. ما شاء الله. ما شاء الله. قلطوا قلطوا يا شباب. قلطوا. تفاهم هنا حبيبي. متفاهم في المطبخ. تك هنا ونتفاهم. هي بس لازم يعني نتفاكوا. انا تجيب لك يبا. نتفاكوا ولا ما نتفاكوا؟ نتفاكوا. ها لازم نتفاكوا حبيبي. حبيبي جيب لك فكتك هنا انا اجيبها. لا نتفاكوا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بعد عمري ياك روح. ما شاء الله. لا كذا يكلونا حبيبي كذا بعدين كذا. الحين روح حبيبي. سم تعالي بنجلس هنا حبيبي. بنجي بس من آداب الضيافة لما تخش بيتي حتاخذ ضيافتك أول. حبيبي من آداب الضيافة إنك تجلس وتجيب الضيافة من عندك. شنو قاعد ترفع صوتك علي؟ أنا مرفع صوتي. جن قاعد ترفع صوتك علي؟ بالعافية حبيبي. بالعافية بالعافية بعد عمري سام. بالعافية بالعافية. تعال تعال. ما شاء الله سام. سام بيتزا حبيبي. بيتزا. وده وده وده. ما تبع ما تبع. شوف الثلاجة فيها خيرات ربك. شوف ايش تبي انت وروح. ما شاء الله ما شاء الله. لا لا ذي يبي له طابخ. ذا يبي له طابخ. ذا بعدين Thank you.
سمقلاب مريان قلت قلت تفاهم هدول تفاهم قلنا لك لخطة يا فتنة أنا في طبخ رجال مرة طيبة مرة تمام بالعافية حبيبي بالعافية ها شو الواضح شوي شوي حبيبي شوي شوي تمام خلاص الآن نحرج خلاص الآن نحرج حبيبي وشو كبسة بالعافية تكفى جلسه وانا اجيب لكم اي شيء تبون اجيب انا مكسرات الحين خلصنا بدي اجيب لك مكسرات عندي لك شبسات قسم بالله جيب شبسات يلا يا جلال نحرج مع الرجال يلا يلا خلاص هيل 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 راح يلا شباب يلا يلا مشينا مشينا يلا بعد بصلوح لا تمديرك على خويي خويي لا تمديرك حبيبي انت جسمان اجبس خويي انت جسمان تاكلهم بعد تاكلهم العافية ابو شمر الله يعطيك العافية الله يعطيك تبر القفاص اختراب جلستو جلسنا نقضي فاتنا اول نقضي فاتنا اول نحرك ضروسنا بعد عشان ندخل في الموضوع مو باقي في شيء باقي في شيء في الثلاجة ولا في الدولاب ولا حتى الهيل مثلا تبي تجيب ضيافتنا ولا ندخل ناخذها بنفسنا حبيبي راح جيب لنا ضيافه مكسرات وشبسات ودنيا حبيبي شو اللي تبي بجيب لك كازو كازو نبي كازو تبي كازو تبي كازو تبي كازو انت شليبي شليبي تبي رقعنا تبشر فيه بعد عمري تبشر فيه تبشر فيه قم قم بسرعة قم وقف هنا ولا يطلع امسك الباب امسك الباب امسك الباب راح اجيب العدة راح اجيب العدة لا يطلع يلا امشي 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 بشويش تكلم ايش كل شيء جاهز كل شيء جاهز راح يلا راح اخبص الدنيا قم 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 انت ويا قم 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 دخلوا المطبخ راح لا ما يصير يا ابو عمرو ما يصير تعب سكة الرجال ما يصير تقعين يجيبهم لا ما يصير يا ابو عمرو تعب سكة الرجال ما يصير يا ابو عمرو والله ما يصير يا ابو عمرو يا ابو عمرو ما يصير يا ابو عمرو Ha ha ha!
عينا. ما بزعج الجيران، ما بزعج البيت، بس الحين انا اللي بزعجهم، انا اللي بسحب وياهم من النوم، اصحى الجيران كلهم. اسمعنا كلمه راسي بنمشي ذكر على ابو شمر، ابو شمر مسخب 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 السلام عليكم. هلا والله يا ابو دحي، كويس انك موجود. متكلم شفت محادثة انا ليش شفت ما اكلم احد كلام بيتي ما في خمقة تلوخ ما تلوخ اسطرك كفة خليك تنسى من بالله العظيم تعرف شو بسوي فيك تبطي ترى لحجة حجيجة ترى انا افرشك بدون ما تحج حجيجة فارشك فارشك نسيت الله اكبر والله صرنا رجاجيل يا ابو الحييم قمنا نتكلم زي الرجاجيل اقل عليه والله ما تقل الشراب خلي ذوق في الشربات اقسم بالله ما اعرف من وين يجيبهم والله كل شرباته كذا حمر خضر صفر استريح حبيبي استريح ايه حبيبي وقتك الحين قض حبيبي قض وخذ وخذ قض تبي تستثمر تبي مدري وش والله يعني شواحن دنيا حق كل حاجة حبيبي الاستثمار شطارة نعم نعم اذا انت بهيم وما تفهم الان لعنك الله عليك نقول لك اذا يعني اذا انت يعني سبيكة يعني هطف هطف كذا ما ادري امك يا استاذ بعض يلا انجب الكبسة قام استناها الله 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 هذا اللي عليه الكلام اللي يوه الله يرزقكم اذا جد 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 والله اذا تبون تدعون دعوة طيبة ادعوا ان الله يرزق كل بيت وكل استراحة وكل مكان واحد مثل ابو حلا ياهو طبيخ ان بغيته في الربيان خذ ربيان ان بغيته في اللحم في السمك كل حاجة قاعد احاول فيه الحين اقردن فيه نسوي مطعم شعبي كنسلنا حبيبي كنسلنا خسران من بدايتها بسم الله بسم الله بسم الله